مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير وإطلالة جديدة عبر فقرات صباح الشروق على الهواء مباشرة. نلتقي في يوم تاريخي ويوم مميز لكل الشعب السوداني. عادة مشاهدينا، درجة العادة أن تكون التحية وشكر فريق العمل في خواتيم حلقاتنا، ولكن في هذه المرة أنا بشكر كل التيم العامل على صباح الشروق. شكراً وتقديراً وعرفاناً لهذه الحلقة اللي بالتأكيد يعيد فيها التاريخ نفسه. هذه الملحمة الكبرى 21 أكتوبر، وهذه الثورة السودانية المجيدة في العام 1954. هذه الثورة التي كانت بصمتها واضحة جداً في الفن وفي الشعر وفي الغناء وحتى في تعاضد وتكاتف كل السودانيين في كل مكان. أول ثورة شعبية كانت في إفريقيا وفي العالم يعني العربي. سعيدين بهذه الفقرات وسعيدين بإحياء هذه الذكرى الثورية التي تقدنا لها عدد من الفنانين وكتب لها عدد من الشعراء. سعيدين في هذا الصباح بالانضمام والمتابعة والمرافقة أيضا مشاهدينا من خلال هذه الإطلالة، ويعني دائما نجمع بين الكلمة واللحن توثيقا وعرفانا لهذا الحدث الثوري الشعبي الكبير. ويعني إحنا في هذه البواكير الصباحية مشاهدينا الكرام نكون حضورا جميعا، ويعني وهذا الكورال الجميل جدا، كورال الموسيقى والدراما وهذه التوصيات الجميلة من جدودنا زمان. أهلا بكم وصباح الخير. I'm
أهلا بكم من جديد مشاهدي صباح الشروق، وتحية صباحية مرة أخرى عبر هذا الصباح وعبر هذا اليوم المخصص للاحتفال بذكرى ثورة 21 أكتوبر للعام 1964. هذه الثورة المجيدة وهذا الشعب الأبي وهذا الجمال وهذا الحراك الثوري المختلف. لما نتحدث عن حراك ثوري نتحدث عن حق دستوري مكفول بالقانون، وبنتكلم عن تطلعات لشعب كبير جدا ولحراك مختلف. ودائما ما نعزز مفهوم التربية الوطنية عند الأبناء، سواء كان في المدارس سواء كان عبر ضروب الفن المختلفة من موسيقى وشعر، وكيفية الاهتمام وتعزيز هذا المفهوم. سعيدة جدا مشاهدينا عبر هذه الإطلالة وعبر هذا الصباح أن يكون معي من خلال هذا المفهوم أكثر تعزيزا وإيضاحا ويعني توصيلا للمشاهد من خلال البروف دكتور عبد المولى موسى مدير إذاعة جامعة السودان للعلوم، وكذلك أيضا أستاذ العلوم لعلوم الاتصال بالجامعات السودانية. احنا سعيدين بهذا الاستاذ وهذا البروف استاذ الاعلام بالجامعات السودانيه، وفي البدايه بنرحب بك وبنقول لك صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله امين. مرحبا بكم قناه الشروق في هذا الصباح، ونرحب كذلك بالاخوه المشاهدين اينما كانوا، ونحن في رحاب اكتوبر المجيد. مرحبا بك. اكتوبر شهر يعني مختلف عندنا يعني في السودان، يعني هذه هي الثورات العظيمه وهذه هي الثوره الكبيره اللي كانت يعني ابان حكم الرئيس عبود. خلينا نبدا في البدايه نتكلم عن التربيه الوطنيه بالنسبه للابناء وتعزيز هذا المفهوم، وكيف احنا نخلي في تشبع بالنسبه للابناء من خلال التربيه الوطنيه. والله أنا بفتكر السودان أو في ثورة أكتوبر هي ما أول ثورة طبعاً، هي السودان أرض الحضارات الإنسانية قبل 8000 سنة قبل الميلاد. وقبل الميلاد قاد كمية كبيرة جداً من الثورات وحكم بلاد الشام وحتى المغرب العربي. صحيح. وعندنا كذلك بناء الدولة، السلطنة الزرقاء كانت ثورة كذلك. صحيح. والثورة المهدية كانت ثورة بقيمها وعاداتها وتقاليدها، وتمددت شرقا وغربا من أجل أن السودان يكون في القمة يعني. صحيح. لكن العوامل الإقليمية والدولية لم تمكن القائمين على أمرها، وثورة أكتوبر هي عطاء خاص للشعب السوداني وتفوق على كل شعوب المنطقة، يعني إذا كان على المستوى الأفريقي أو العربي. فكانت ثورة أكتوبر هي ثورة تاعت شعب. صحيح. من أجل الحرية ومن أجل القيم الإنسانية الرفيعة يعني. صحيح. والحرية دائما هي كرامة الإنسان، والإنسان بدون حرية يكون ما عنده كرامة، ولذلك جاءت صورة آية القرآن، آية أعظم آية في القرآن الكريم تكلمت عن الحرية يعني. نعم. وهي آية الكرسي. فبالتالي هذا الشعب يعني مشبع بقيم الحرية وبقيم الانتماء للوطن يعني. وده يعني بيدل على تعزيز الإنسانية، وحتى الإسلام تعزيزه لخصوصية البشرية ويعني الاحتفاء بالحريات أيضا. ولما نتكلم عن إن يعني هي أول ثورة بعد الاستغلال البريطاني يعني حقيقة، خلينا ندرج مباشرة لمفهوم التربية الوطنية، كيف نعزز المفهوم ده عند الأبناء؟ والله أنا أفتكر مفهوم الحرية اختلط بكثير من المفاهيم. صحيح. والناس بقت ما بتفرق ما بين التربية الوطنية والتربية الدينية والتربية الاجتماعية. صحيح. والتربية الثقافية والتربية البدنية. دي كلها عبارة عن يعني قيم بيسعى القائمين على مؤسسات التنشئة الاجتماعية في أنه يربوا الأجيال عليها يعني. صحيح. فكلمة تربية بمعنى النماء يعني، لو رجعنا للأصل اللغوي للكلمة بعد أقول والله يا رب شيء هو سيده. صحيح. وتربية بمعنى النماء وبمعنى الزيادة، وعندها مجموعة من المعاني يعني. فبعد أقول التربية الوطنية معناها أنا داير هي عبارة عن قيمة وعبارة عن فضيلة اجتماعية. صحيح. وفي ناس بينظروا لها باعتبارها قيمة أخلاقية في المقام الأول. بتربي القيم الجميلة التي ترفع من مستوى الانتماء للوطن والشعور بالانتماء للوطن والولاء للوطن والتضحية بقيمة من أجل الوطن يعني. فبعد أقول التربية الوطنية
معناها انا بعزز او بتكلم عن التربيه الوطنيه، بتكلم عن القيم الانسانيه الرفيعه التي ينبغي ان يربى عليها الانسان. صحيح. وينبغي ان نغرسها في الاجيال حتى يكون لهم ولاء للوطن يعني. والتربيه عندها اربع انواع، التربيه الوطنيه عندها اربع انواع. النوع الاول بسموها التربيه المطلقه، دي بيكون الفرد فيها تشبع بالقيم الانسانيه الرفيعه في وطنه وفاض على بقية الإنسانية، يعني اهتمامه بقى ما في المستوى المحلي. صحيح. بقى مستوى عالمي، تلقاه مع اهتمامه الرفيع بوطنه وبمجتمعه، لكن عنده اهتمامات قوية جدا بالقضايا الدولية. صحيح. الجانب الثاني من أو النوع الثاني من التربية الوطنية، التربية الإيجابية، دي بتكون في إطار الوطن، والإنسان بيقدم كل ما عنده من قيم إيجابية في أيوة بناء صحيح. الوطن. صحيح. وفي تقدمه في رفعة الوطن. صحيح. النوع الثالث من التربية في تربية سلبية، التربية الوطنية السالبة. دي بيكون الإنسان قاعد بس ينظر وينتقد بدون ما يقدم أي فعل إيجابي لبناء الوطن عشان يخدم المجتمع. طيب أنا حقيف معك في حتة بسيطة يا بروف، أنا عايزة يعني أربي الأجيال وأعزز في دواخلهم الوطنية وحب الوطن وغيره من الأشياء اللي ممكن تنفع المجتمع السوداني. داير أخذ الحتة بتاعت التعبير، يعني أنا عايز أعبر برأيي، أنا عايز أتكلم، أنا عايز أقول، أنا عايز أمشي في مجال الحراك مثلا إذا كان ثوري أو فيه حرية أو فيه أي تعبير، ولكن أعرف وأفهم إنه ده شيء قانوني بالنسبة لي، لكن كيف أنا أقدر أوصله، كيف أقدر أوصل رسالتي من خلال التعبير ده ومن خلال الحرية. طيب في مرتكزات للتربية الوطنية دي، أنت لو ما اتعملت بيكون ما في تربية وطنية، لا في كلام لا في حرية لا في غيرها. يعني المرتكز الأول، نحن لو ملاحظين من الاستغلال حتى الآن ما عندنا خطة استراتيجية قومية مجمع عليها، لأن الخطة دي من خلالها بتربي الناس على الأهداف بتاعت الدولة. صحيح. نحن من الاستغلال حتى الآن لا توجد خطة استراتيجية قومية مجمع عليها، لا من الحكومة ولا من منظمات المجتمع المدني ولا من الأحزاب بتاعتنا. صحيح. ولا القوى الفاعلة. يعني كل ما أتت حكومة لعنت أخوتها ودمرت ما بنته الحكومة السابقة. فغياب هذه الرؤية الاستراتيجية للدولة معناه، وفي علم التخطيط الاستراتيجي بيقول لك عدم التخطيط معناه التخطيط للفشل. صحيح. يعني لا يعقل إن السودان من الاستقلال حتى الآن أكثر من 60 عاما نحن ما عندنا خطة إنه كيف ننهض، كيف يكون السودان، كيف مستقبل السودان شنو، ماذا نريد أن يكون السودان في المستقبل. كل الدول من حول التي تقدمت كانت عندها خطة استراتيجية بنت عليها الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة، وبالتالي نهضت الدول في قيد زمني محدد. لكن نحن للأسف الشديد من الاستقلال حتى الآن لا توجد خطة استراتيجية مجمع عليها، ويبقى كل حكومة تجي تشكل يعني خطة أو تضع خطة بتجي حكومة بعدها بتهدمها. ليه؟ لأنه ما في إجماع عليها، واللي بتضعه أنت ما بالضرورة يكون مقنع بالنسبة لي. فلذلك لابد من وجود خطة استراتيجية قومية شاملة يجتمع عليها القوى السياسية كلها الموجودة والمجتمعية، على أساس أنك والله دي خطتنا للعام مثلا 2020 لحد 2030، نحن السودان دارين نكون في القمة اقتصاديا. صحيح. وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وغيره. صحيح. في ظل غياب هذه الرؤية الاستراتيجية ما حيكون عندنا تقدم، ولا حيكون في بناء حتى للأفراد أو للأجيال في أنه تبنيهم على شنو. طيب. أنت ما متفق على الدستور. أيوة. ما متفق على نظام الحكومة. أنت ما متفق على نظام المنهج اللي بتمشي عليه حياة الفرد في المجتمع. ما متفق على القيم التي يمكن تسود في المجتمع. أنت غير متفق مع بعض. يعني الناس بنلقى عندنا أكثر من 100 حزب. صحيح. عندنا اكثر من 100 حركه مسلحه. طيب. معقول ده كله من اجل انه احنا يعني يا سعاده البروف نرمي قدام ونتحدث عن كيفيه وضع خطط استراتيجيه لبناء الاوطان لتعزيز التربيه الوطنيه واثرها في المجتمع. يعني احنا من قعدتنا يعني في صباح الشروق وجلستنا الصباحيه دي نقدم رساله فيها مفاهيم وفيها نقاط مهمه جدا يعود اثرها للمجتمع السوداني من خلال التربيه الوطنيه. والله شوفي، ما في خطه، ما في حكومه بتبني خطه. الخطة دي بتبنى على فكرة استراتيجية للدولة. أيوة. الفكرة دي قد تكون فكرة دينية وقد تكون فكرة وطنية وقد تكون فكرة ثقافية وقد تكون فكرة اقتصادية. يعني الناس لو اجتمعوا بس إنه والله ما إحنا دايرين السودان ده في 2030 يكون الدولة رقم واحد اقتصاديا، ده يكون في اتفاق ما بين الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني والقوى الفاعلة في المجتمع.
ما لم يكن هنالك إجماع من هذه القوة على وضع خطة استراتيجية لنهضة البلد في أي مجال من المجالات، إحنا ما حنقدر نبدأ حاجة على الإطلاق يعني. فأنا بفتكر أن بقول الرسالة دي الآن للمكون السياسي الموجود، إحنا الآن واقعنا لا يسر الناظرين، ما بديك إحساس بأنه والله في وطن مجمع عليه، ولا في خطة مجمع عليها، ولا في رؤية لبناء السودان مجمع عليها. كل حزب بما لديهم فرحون، ده ما بخلي، لذلك بنلقى كل ما بني شيء دمر، لأنه أصلاً ما في مفاهيم، ما في بناء وطني، ما في بناء للقيم الإيجابية اللي ممكن تبني لي وطن أو تكون لي مواطن صالح. طيب يعني الذي يغش ده ما عنده علاقة بالوطنية. صحيح. العامل الذي يتأخر عن عمله ده ما عنده علاقة بالوطنية. صحيح. والمحامي الذي يخون يعني موكله ده ما عنده علاقة بالوطنية. صحيح. والإمام في المسجد الذي يخون رسالته ده ما عنده علاقة بالوطنية. صحيح. الطبيب الذي لا يتعامل بصدق مع مريضه ده ما المعلم. طيب. وهكذا. طيب. فنحن ما لم تكون هذه القيم مقروصة فينا بنكون نحن بنتاجر بالقيم بتاعتنا يعني. طيب أنا عايز أجيب في حتة مفصلية، يعني نتكلم عن التعليم، نتكلم عن البيوت ذاتها، البيوت السودانية والتربية المجتمعية. يعني أنا ما أقدر أشيل كل اللوم على مثلا الحكومة والأحزاب، إحنا بنبدأ التربية الوطنية من البيت. يعني أنا كيف أعلم الأبناء الولاء، كيف أعلم في المدرسة برضو تكون في حصص بتاع التربية الوطنية عشان يكون في حث وطني عالي، أنا كيف أقدر أعمل مبادرات زي دي وأقدمها للجيل؟ ما إحنا بنتكلم عن فترة مشت والناس خلاص يعني هي عبرت فكريا، عبرت يعني في مجالات حتى، لكن أنا دايرة أقوم بالمفهوم ده وأعزز به الأبناء عشان يعني أنشئ جيل يكون مختلف في مفهوم التربية الوطنية وفي تعزيز التربية الوطنية والاهتمام ببناء الأوطان. أستاذة منى، نحن لو دايرين يعني لو جبت إنسان قلت لي يا أخي من هنا أمش مثل حاج يوسف، نفس الشخص ده جاه زول واحد قال لي لا تمشي الكلاكلة، بعد شوية جاه واحد قال لي لا تمشي الجريف، بعد شوية جاه واحد قال لي لا تمشي جبل أولية، ده معناه شركاء متشاكسون. أيوة. كل ما توجهه لا يأتي بخير. التربية حتى المناهج الدير تضع أنت في المدارس، المنهج في التعليم ما متفق عليه يعني. قبل فترة الناس كانوا عايشين في أنه والله دايرين ياتوا منهج، انت المنهج ده ما بتربي عليه، هو ده مربوط مباشره بالخطه الاستراتيجيه بتاعت الدوله في الجانب في المحور بتاع التعليم. صحيح. في الجانب السياسي انت ده كله ما وضحته، بالتالي قضيه انك تقول لي والله انا داير اعمل تعليم او اعمل تربيه، والان التربيه بقت ما حقتك، الان بقى المجتمع الدولي يشارك في تربيتك، المجتمع الاقليمي يشترك في التربيه بتاعتك. صحيح. وسائل الاعلام المختلفه هي بتشارك الان في بناء طفلك انت الان جوا البيت، الاعلام الرقمي من مواقع التواصل الاجتماعي هي الحديث هي المحور يعني. هي المحور الاساسي في بناء شخصيه الطفل. انت داخل البيت بتلقى انت زوجتك ماسكه موبايل مقبل على الحيطه، انت مقبل على الحيطه، بنتك ولدك اي دي مسؤوليه منو؟ ما انا لما نلقى في تشتت يعني تشتت في المشتت تشتت هنا في انت كدوله. نعم. انت مسؤول من بناء مجتمع. ما في مجتمع بيبني ذاته. صحيح. الدوله هي قياده، هي بتوجه، هي بتضع الخطة وبتنزل الكلام ده لخطط. نعم. في القطاعات كلها، إذا كان اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. في قطاع التربية، في قطاع التعليم. نعم. دي عبارة عن قيمة أنا بدرسها لطلابي. صحيح. لبعدين أهم حاجة عندنا الآن في التربية التغيير بالقدوة، يعني الحاكم لو ما كان قدوة في سلوكه طوالي بينعكس على تربية الأجيال. صحيح. المعلم لو ما كان في تربيه في قدوه في سلوكه بيتعكس على الطلاب اللي بيدرسهم. الاسره في البيت اذا كان الوالد ما قدوه بيتعكس سلبا على الشباب. على ابناء وهكذا يعني. نعم. فالشغل ده هو بنيان متكامل مع بعض، ما لم يكتمل ما حقدر نقدم للانسانيه ولا نقدم للسودان شيء جديد يعني. صحيح. طيب احنا نقيف في العوائق اللي ممكن هي تكون سبب في تاخرنا في بناء اوطاننا او في تربيتنا الوطنيه او تعيق هذه المفاهيم. يعني احنا ذكرنا جزء بسيط منها، خلينا نتكلم بصوره اشمل عن العوائق دي وكيف احنا نقدر نتجاوزها من خلال هذه الذكرى ومن خلال هذا الصباح. والله انا بفتكر انه ما احنا تكلمنا عن مقومات للخطه لبناء دوله او لبناء قيم اخلاقيه وطنيه للمجتمع. قلنا لابد من وضع خطة. الآن من أهم المعوقات في السودان يعني ما عنده خطة يمشي عليها. صحيح. اثنين، لابد من وجود قيم فكرية، بناء فكري للأجيال، ده غير موجود يعني. كل يعني الآن أي زول بيربي ولده زي ما هو داير. صحيح. لابد من يكون هنالك تربية وجدانية، يعني كيف أنا أغرس قيم تنمي الانتماء الوطني والمشاعر الإنسانية الرفيعة
للمواطن او للفرد يكون عنده ولاء لوطنه. احنا الان ولانا للقبيله، ولانا لمصالحنا، ولانا للاشياء الخاصه بينا. وانا في هذه النقطه اتذكر احد الاخوه السفراء من الدول الغربيه قال لي الصراع في السودان لن ينتهي. قلت لي ليه؟ قال لي لانه السودانيين بيقدموا مصالحهم الشخصيه على المصالح العليا للبلد. يعني انت قال لي احنا في دولتنا الاهداف الاستراتيجيه بتاعت الدوله او اهداف الدوله او الاهداف العامه بنقدمها على مصالحنا الشخصيه، لكن انت الان بتقدم مصالحك الشخصيه على مصالح البلد. يعني انت اذا كان اي شيء ما بحقق لك المصالح الذاتيه انت ضده، ولو كان من اجل مصلحه البلد. صحيح. الدول اللي تقدمت قدمت اول حاجه الاهداف الاستراتيجيه بتاعت الدوله، وقدمت المصالح العامه للدوله على المصالح الشخصيه. نحن في مؤسسة إذا ممكن نختلف على المصالح الشخصية بتاعتنا، أنت عندك مصالح أنا عندي مصالح، لكن بعد تكون في مصالح قومية بنقدمها. أول ما قدمت الـ 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 القيم أو قدمت الأهداف بتاعت الدولة أو الأهداف العامة قدمتها على مصلحتك وعلى مصلحتي، تلقائيا بنتفق في البناء. لكن أول ما قدمنا مصالحنا أنت دايرة تحقق أهدافك الشخصية. صحيح. عشان كده بيبدأ الصراع. عشان كده قال لي لن ينصلح على السودان، لن ينتهي الصراع في السودان. نتمنى انه ينصلح على السودان. ينصلح، نتمنى انه ذلك. احنا خلينا وده ما بيتم الا من خلال انه نتنازل من اهدافنا. نعم صحيح. الشخصيه ومن اطماعنا. نعم. الشخصيه، ونقدم مصالح الوطن على بقيه المصالح. نتمنى انه السودان حاله يكون احسن حال وينصلح. يعني السودان بلد كبير، بلد جميل، يعني تتعدد فيه القبائل واللهجات، اللغات، الحاجات، التفاصيل الجميله اللي بتتبع ثقافاتنا وموروثاتنا. فدي بتخلينا احنا يعني لابد منه ننهض بالسودان ده، ونجيب في الحته بتاعت اهميه التربيه الوطنيه ونهوضها بالمجتمع. يعني احنا المفروض يعني نركز في الاهميه دي، في اهميه يعني النهوض بالوطن والمجتمع السوداني، ويكون ده عنده اثر ودور فعال في مجتمعاتنا السودانيه. نحن عندنا تعدد ضخم جدا، عندنا اكثر من 500 قبيله يعني. صحيح. وكل قبيله عندها كم خشم بيت وكم فخذ وكم بطن وكم كده. صحيح. التنوع ده ذاته قوة بالنسبة للدولة، ودي سنة ربنا سبحانه وتعالى في الكون. ربنا خلق الكون متعدد. صحيح. الطبيعة متعددة، المناخ متعدد، أشكال وألوان وألسنة الناس متعددة، دي سنة من سنة ربنا سبحانه وتعالى. فنحن لو دايرين ما قبلنا ببعض وما تحملنا بعض واعترفنا ببعض، كأننا نشتغل ضد سنة ربنا سبحانه وتعالى في استمرار الحياة واستمرار الكون وتحقيق مبدأ الخلافة في الكون يعني. صحيح. فأنا بفتكر إنه إذا كان دايرين نمشي لقدام، نحن محتاجين الآن يعني للأسف الشديد في حاجات كده محزنة، إنه ما بنعترف ببعض، ما بنقبل بعض في مسيرة الوطن. صحيح. يعني كل حزب بما لديهم فرحون. أي شخص داير والله إنه أقدم يعني قبيلتي على قبيلتك، وحزبي على حزبك، وطائفتك على طائفتي، وهكذا. دي أنانية طبعاً. إذا في البعض يعني فكر بالطريقة دي ما لم تتعالج. أنا مفتكر إنه طيب العلاج شنو؟ يعني إذا أنا عايزة أسمو بالسودان وطنياً، والله انت دي مدار تغرس القيم الإيجابية في جيل من البيت، تزرع القيم في المدارس، تزرع القيم في الجامعات، تزرع القيم في المواطن العادي، تزرع القيم. نحن عندنا دولة، الدولة مقوماتها الدستور والشعب والإقليم. الآن بتلقى ما في ولاء للحكومات ومؤسساتها، ما عندنا دستور عشان يكون في ولاء له. صحيح. الولاء بعدين يكون عندي ولاء للدستور، معناه الدستور ده مو الحاكم لحركه الدوله كلها بالقوانين والتشريعات اللي بتضمن الدستور بصوره كامله. ما لم يكون في ولاء وانا التزم بتطبيقه ما بقدر اقدم شيء. ما عندي ولاء للحكومه، الحكومه. صحيح. انا ما منتخبه، فرضت علي اذا كان من الداخل او من الخارج، ما يكون عندي ولاء لها، بالتالي اي توجيه بيجي منها بالنسبه لي مرفوض، اي تعليمات بتجي منها بتكون مرفوضه. اهتمامك بالمصلحة العامة ما موجود، اهتمامك بتقدم البلد غير موجود. طيب. لأنك انت القيمة اللي قدامك غير موجودة وما مقتنع بها. فما لم يتغير المفهوم ده نحن ما بنقدر نمشي لقدام يعني. طيب احنا يعني حنتكلم عن انه انت استاذ الاعلام للجامعات السودانية، والاعلام هو يعني انا بقول هو بوابات الاستنارة بالنسبة للمواطن السوداني عشان يعرف دوره في المجتمع. الإعلام مقصر برضو يعني، زي في اتهامات في مفاصل أخرى، الإعلام برضو دوره كبير جدا بأنه كيف يقدر يعزز هذا المفهوم ويوحده عند كل السوداني. هو للأسف الشديد إحنا عندنا يكون في تطبيق عملي يعني. إحنا عندنا هي في كل شيء ما في تطبيق للأسف الشديد. أنا لو داير أبني مفهوم إعلامي حقيقي
الإعلام المفروض يعبر نعم عن الاستراتيجية بتاعت الدولة. أي إعلام لا يعبر عن الأهداف الاستراتيجية بتاعت الدولة، لا يعبر عن القيم والعادات والتقاليد بتاعت المجتمع، أنا بفتكر ده مجتمع أو إعلام فهايف. أيوة. يعني مثلا جلستنا دي في نحن الآن بنناقش في مبدأ أو في التربية الوطنية. نعم. دي التربية الوطنية دي واحدة من أهم الأهداف التي تسعى الاستراتيجية إذا كان موجودة، إنه من أهم أهدافها إنه خلق نعم. جانب أو تعزيز للتربية الوطنية في نفوس المواطن. الآن قناة الشروق بتقدم برنامج المحتوى بتاعه بيعمل على تعزيز القيمة الوطنية. أنا معناه القناة دي بتعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية تبع الدولة من خلال وضع الأهداف للبرامج بتاعتها إنها تكون خادمة للمصالح العليا للبلد. الإعلام الجاد والإعلام اللي بيسعى للتغيير ينبغي إنه يعمل وفق الاستراتيجية الدولة، يحقق أهداف الدولة من خلال المحتوى بتاع البرامج. أنا ممكن الدولة بيتكلم عن دارة تبني قيم وطنية رفيعة، أنا ألقى البرامج بتاعتي ما عندها علاقة بالقيم الوطنية. أنا بتكلم عن بناء اقتصاد قوي للدولة، بلقى المحتوى بتاع الإعلام بتاعنا ما عنده علاقة بالهدف بتاع الدولة. أنا بتكلم عن وعي سياسي بالنسبة للمواطنين، بلقى الإعلام بيعمل على تشيل المواطن سياسيا. أنا بعمل على إنه الثقافة الوطنية تكون هي سائدة في المجتمع، وقيم المجتمع هي تكون سائدة بين أفراد المجتمع. بلقى طوال الإعلام بتاعنا المحتوى بتاعه لا يعبر عن الهدف الاستراتيجي بتاع الدولة، فإن في بناء قيم تعبر عن المجتمع. طيب. فيبقى الاجتماع الإعلام إذا كان جادي والإعلام الحر والإعلام المسؤول إنه ينبغي أن يعبر عن الأهداف القومية للدولة. صحيح. وإلا حيكون إعلام بدون هدف وبالتالي إهدار طيب احنا يعني اذا تحدثنا يا بروف عن انه فعلا ما في مقومات لهذه التربيه او نفتقد بعض المقومات دائما ما نعمم لها للتربيه الوطنيه، احنا عندنا مقومات حياتيه في السودان الكبير، عندنا مثلا السياحه في السودان، كيف السياحه هي تقدر تعزز لمفهوم التربيه الوطنيه؟ يعني اذا احنا عندنا سياحه عندنا يعني اماكن مختلفه ممكن نوثق لها، نوثق للتاريخ الكبير اللي تكلمنا عنه والممالك المختلفه. أنا بشكر أخواننا في جهاز الأمن الوطني إنه بنوا لنا نادي على الطبيعة وعلى النيل، وأنا بفتكر دي من مقومات السياحة، إن إحنا عندنا يعني مناطق سياحية متميزة على المستوى العالمي، لكن للأسف الشديد المناطق التي ينبغي أنها تكون مكان للسياحة بقت محل للصراع المسلح. أيوة. يعني جبل مرة ده منطقة سياحية رهيبة جدا، لكن للأسف الشديد منطقة مسلحة، صراع مسلح، جنوب كردفان، النيل الأزرق، يعني المناطق اللي عندنا السياحية هي مشتعلة نيران يعني للأسف الشديد يعني. فأنا بفتكر الطرق على السياحة الأثرية دي ذاته معززة للقيمة الوطنية. صحيح. يعني عندنا المسرح، عندنا المتحف القومي منو فينا اللي قاعد يمشي له؟ يعني أنا أتذكر في 2006 جاء زيارة بتاعت الأستاذ فيصل القاسم مقدم برنامج الاغتيال معاكس، وسجل زياره للمتحف، قال انا ما كنت بتخيل انه السودان عنده حضاره بهذا المستوى، يعني ليه ما بتعكسوا الكلام ده في الحضاره بتاعتكم في الاعلام بتاعكم؟ ما قال لي ما بعد شاف النيل ذاته قال ما متخيل انه النيل ده شاق السودان يعني. فنحن لانه في دوله ثانيه بتكلم عن النيل وهو كانه حقهم يعني، لكن عندنا خيرات وعندنا سياحه وعندنا من المقومات المهمه جدا يعني. ما قاعد نعبر عنها ولا بنديها حقها في الاعلام يعني. صحيح. يعني الكلام يطول عن هذه التربية الوطنية ومفهومها وتعزيزها يعني لدى جميع أفراد شعبنا السوداني الأبي في كل مناطق وفي كل بقعة في السودان، عبر قناة الشروق وعبر تيم الصباح في هذه الذكرى وتوصيل هذه المعلومة والحب والانتماء في رسالة يعني أخيرة لكل المشاهدين. والله أنا بقول إنه إذا أردت أن تبني وطن أبني الفكري في نفوس الشعب، ما لم يكن هنالك انتماء حقيقي بيان بالعمل في نفوس الناس لن تقوم للسودان قائمه يعني. صحيح. ولا بد من ان نقدم مصالح الوطن على مصالحنا الشخصيه، والسودان كفاه حروب، كفاه انشقاق، كفاه عدم انتماء، كفاه من الابتلاءات والمشاكل السياسيه، انه ينبغي ان نلتفت الى وطننا، وان السودان يعني تاخر كثير يعني، الدول التي اتت بعدينا بعشرات السنين الان هي في القمه. صحيح. تحسب على العشر الأوائل على مستوى العالم اقتصاديا وسياسيا. صحيح. إحنا ممكن بنفس اللغة بتاعت الاستقلال يعني. شكرا جزيلا بروف
عبد المولى موسى مدير إذاعة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، أستاذ الإعلام بالجامعات السودانية وعلوم الاتصال. شكرا لحضورك، صباح الخير. شكرا جزيلا لكم وللشروق. شكرا لكل مشاهدينا تتواصلوا معنا في هذا اليوم المميز وفي هذا التاريخ الذي يعيد نفسه وفاء وعرفانا عبر فقرات اليوم وتخصيصا لهذه المساحة الصباحية من ثورة 21 أكتوبر المجيدة، هذه الملحمة التي وقف عندها الكثيرين من خلال الجمال ومن خلال النضال ومن خلال الحب والانتماء لهذا السودان الكبير. ها هو أكتوبر الأخضر يعود مزهوا بذكراه، عاد شهر الثورة والذكرى الحبيبة والأغنيات، عاد فأشعل الأرض غراما واشتعل، فاكتست الحقول قمحا ووعدا وتمني، تفتقت عبقرية السودانيين في أكتوبر فأنتجت غناء خالدا وشعرا مجيدا رددته حناجر ذهبية ما زال صداها يتردد كلما أطل أكتوبر الأغر. وما ذكر أكتوبر إلا وذكرت الملحمة الشهيرة حين تعملق هاشم صديق شعرا وتفرد محمد الأمين لحنا وآداء بصحبة كوكبة من النجوم الزواهر التي لا تغيب، فخلدوا الملحمة وخلدتهم لحنا عبقريا لا ينزوي، ويمضي إلهام أكتوبر الثورة مدرارا فتدفق ألحانا عذبة لا تنضب، وسال أنهارا من الشعر الرصين لا تتوقف سطرها الشاعر الضخم محمد المكي إبراهيم في سلسلة الأكتوبريات والتي تصدرها هاتفا باسمك الأخضر يا أكتوبر الأرض تغني، والحقول اشتعلت قمحا ووعدا وتمني، واكتملت اللوحة حين زانها جمالا على جمال فنان إفريقيا الأول الموسيقار محمد وردي. بلادي وشوف وفي بلادي وشوف البهجة والأفراح. على أن سحر الحادي والعشرين من أكتوبر وصدى ثورته العظيمة أصبح رقما خالدا لا يمكن تجاوزه في ذاكرة الشعب السوداني الثورية والفنية بمختلف تفرعاتها، فأنتجت أدبا ومسرحا وغناء حتى غدا أكتوبر حالة ثقافية وفنية نادرة وظاهرة مؤثرة في أوساط المجتمع السوداني. شهر عشر حبابه حبابه عشر، شهر عشرة حباب عشرة وأبو عشرة على المبادي. كتبت فصلا جديدا من التاريخ وصارت أيقونة ثورية راسخة في ذاكرة الأمة يشار إليها كلما هب الشعب ثائرا من غفوته، يلعن الظلام ويوقد للمستقبل الزاهر شمعة، فلطالما تغنت الأجيال ورددت ثائرة مع كابلي. غضبك يا شعبي ما أجمل دربك يا شعبي، هبت الخرطوم في جنح الدجا ضمدت بالعزم هاتيك الجراح، يفوح عطر أكتوبر فيضمخ من عظمته جدار التاريخ السوداني ليصبح تاريخ أمة تذكره وتحتفي به كلما سالت دماء الشهداء، ذكية تروي ثرى الأرض فداء وتضحية تهتف بما سطره فضل الله محمد ثائرا. أكتوبر 21 أكتوبر 21 يا صحو الشعب الجبار يا لهب الثورة العملاقة. أما وجوه الثوار والشهداء فأصبحت شاهدة حية تسعى مع الأحياء، ترويها الأخبار والسير وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل لتكتب على جدار الوطن الجريح ملامحها البطولية الخالدة وتغني مع الفيتوري هادرا. أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا، التقى جيل البطولات بجيل التضحيات،
التقى كل شهيد قهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يبذر في الأرض بذور الذكريات. أبدا أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا. صباح الخير عليكم مرة ثانية مشاهدينا ومتابعينا في صباح الشروق. نلتقي مجددا والعديد من الفقرات والعديد من المساحات المخصصة لهذه الذكرى الثورية السودانية المجيدة، ذكرى 21 أكتوبر. هذا يعني الاحتفاء الجميل من تيم صباح الشروق اليوم وفاء وعرفانا. سعيدين بالمواصلة معاكم وسعيدين بهذه الرفقة الجميلة الصباحية اللي احنا من خلال اليوم يعني بنقدم إحياء هذه الذكرى المجيدة، الذكرى الثورية اللي كانت من أبرز الأحداث الثورية السودانية اللي احنا دائما بنوثق لها في كل عام ونقيف فيها، لأنها كانت يعني حاجة يعني ملفتة لكل الشعوب المحبة للأوطان. إذن مشاهدين حنتواصل أكثر من خلال هذا الصباح، ولكن موجز الشروق لهذا الصباح الإخباري مع الزميل مصطفى عبيد الله. صباح الخير وكل عام وأنت بخير يا مصطفى، وإحنا في هذه الذكرى المجيدة، وأنا سعيدة جدا بهذه الإطلالة والرفقة ووجودك عبر صباح الشروق وعبر هذا الموجز. صباح الخير منى، ولعله صباح ثوري تتدفق فيه مشاعر كل السودانيين في ذكرى 21 أكتوبر 64، ولعل هذا الصباح الذي مزجتموه أنتم بفضل الله محمد وآخرين كتبوا وتقنوا لأكتوبر لهذا الوطن ولهذه الأرض ولهذا التراب. نحن نحييكم ونحيي كل الذين يتابعون قناة الشروق وهذا الدفق الثوري عبر صباح الشروق. إذن هو موجز لأهم وآخر الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، موجز لأهم وآخر الأنباء ضمن صباح الشروق. أكد وزير الصحة الاتحادي المكلف هيثم محمد إبراهيم على أن مراجعة الخطط وتحديثها من ضمن الأولويات التي تنفذها الوزارة فيما يسهم في المواكبة والتصدي للأوبئة، مع تحديد الأولويات وتوجيه الموارد في ظل تعدد وتنوع الأوبئة بالعالم، والذي يقتضي التعاون والتنسيق بين شركاء بما فيهم المنظمات والوزارات المختلفة. جاء ذلك ضمن حديثه في أعمال ورشة تحديث الخطة القومية للأمن الصحي بالسودان، والتي نظمتها وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبحضور ممثلين من الوزارات الاتحادية والمنظمات، معلنا الالتزام السودان ممثلا في وزارة الصحة بتوصيات الورشة وتطبيق اللوائح الدولية بكل شفافية ومهنية، وذلك بما يخدم الصحة والمواطن. بحث وزير المعادن محمد بشير عبد الله أوجه التعاون الفني والاقتصادي مع السكرتير التنفيذي لمنظمة البحيرات العظمى السفير جاو صومويل كاهول كيفية الاستفادة من خارطة استخدامات الموارد الطبيعية والمعلومات التي تم جمعها بواسطة شركة قاف الألبانية، وهي شركة تعمل على تطوير الموارد الطبيعية، تعاقدت معها وزارة المالية قبل سنوات للعمل على توفير كل المعلومات المتاحة عن الموارد الطبيعية بولاية دارفور الكبرى. وبحث الاجتماع كيفية دفع المبالغ المرصودة للشركة حتى تتمكن حكومة السودان من الاستفادة من المعلومات التي تم جمعها في مجالات الثروة المعدنية والحيوانية والموارد الزراعية والغابات وملف المياه الجوفية.
وقفت لجنة أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة والي الولاية المكلف أحمد عثمان حمزة على نتائج الحملات الأمنية المشتركة لضرب أوكاري وبؤر الجريمة والمناطق العشوائية ودوائر الهشاشة الأمنية. وقررت اللجنة استمرار الحملات وفق آلية وإجراءات تضمن عدم عودة الجريمة، فيما طلبت اللجنة المواطنين بالعمل على حماية المواقع التي تتم نظافتها من الظواهر السالبة والتبليغ الفوري عن عودة أي مطهر يضر بالمواطن والمجتمع. شهد والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبد الله افتتاح مجمع العمليات وقسم الحضانات بمستشفى كوستي للنساء والتوليد، وأكد الوالي على أهمية العمل بإخلاص وتجرد في الحقل الصحي، مجددا دعمه لكل المرافق الصحية بالولاية، وموجها بإنشاء قسم خاص بصيانة المعدات الطبية، مشيدا بجهود العاملين بالمستشفى. وتجدر الإشارة إلى أن مجمع العمليات الجديد يستوعب 50 عملية يوميا. جدد أمين عام حكومة وسط دارفور ممثل الوالي أحمد آدم علي وقوف حكومة الولاية ودعمها لاحتياجات المكفوفين والمساهمة في تشييد مقر الاتحاد بالولاية، مؤكدا ضرورة أن يكون للمكفوفين فرصا في التوظيف كغيرهم من فئات المجتمع الأخرى بوسط دارفور. جاء ذلك لدى مخاطبته بالساحة الشعبية بزالنجي ختام الدورة التدريبية للمكفوفين في الأعمال اليدوية والقافلة الثقافية لولايات دارفور بالتزامن مع احتفالات البلاد باليوم العالمي للعصا البيضاء. استأنف مجمع عطبر الطبي ورئاسة التأمين الصحي تشغيل جهاز القسطرة القلبية بتكلفة تجاوزت 80 مليون جنيه، وسيتم إجراء عدد من العمليات اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك بحضور فريق متخصص من الخرطوم. وبشر مدير مجمع عطبر الطبي هشام عبد اللطيف بأن جهودهم متواصلة عبر وزارة الصحة لاعتماد المجمع ضمن مراكز القلب المتخصصة لتوفير الدعم لمرضى القلب بالولاية. نظمت إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بالبحر الأحمر ورشة عمل تنويرية لأئمة المساجد حول الرسائل الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الأوبئة والأمراض وتعزيز صحة المجتمع ودور الأئمة في توصيل رسائل التوعية الصحية للمجتمع عبر المنابر الدعوية. وقالت مديرة إدارة تعزيز الصحة بالبحر الأحمر أفراح حمزة لدى مخاطبتها الورشة إن الأئمة هم مفاتيح ولبنة أساسية مؤثرة في توصيل الرسائل الصحية، مؤكدة مواصلة مثل هذه الورش لتعزيز وترقية المفاهيم الصحية. الخبر الأخير في هذه النشرة الموجزة: شرعت لجنة فصل إدارة الثقافة والإعلام عن وزارة التربية والتوجيه بالولاية الشمالية في وضع الترتيبات الهيكلية والفنية التي تجعل من إدارة الثقافة والإعلام مستقلة عن وزارة التربية والتوجيه. وتجر الإشارة إلى أن قرار استقلالية إدارة الثقافة والإعلام عن غيرها من الوزارات جاء لحاجة الولاية الماسة للاطلاع بأدوار أكبر في مجال الثقافة والإعلام لما لها من ثراء ثقافي وإرث حضاري زاخر، ولضرورة المرحلة التي تمر بها البلاد بشكل عام، وذلك بحسب مقررية اللجنة. إذن انتهى موجز العاشرة لهذا اليوم. إذن هي عودة ثورية أيضا للزميلة منى عبد الهادي لمواصلة فقرات صباح الشروق. منى، تحية لك يا مصطفى. شكرا لك، شكرا لكل المشاهدين اللي بتواصلوا معنا عبر هذه النسمات الصباحية وعبر هذا الحدث التاريخي المفصلي في ثورة أكتوبر المجيدة وفي كل يعني الأزمان المعاصرة. أهلا بكم.
أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة وفي هذه المرة نجمع بين الكلم ودوزن الحرف المختلف، ولولا العيون لما رأينا كما تحدث الشاعر الجميل والمختلف دائما في كتاباته وشاعر حدق العيون الشاعر محمد عبد القادر أبو شورى. حضور معنا من خلال هذا الصباح ومن خلال هذه الاحتفائية بذكرى 21 أكتوبر هذه الثورة المجيدة في العام 1964، أول ثورة شعبية سودانية في إفريقيا وفي العالم العربي بعد الاستقلال. سعيدين بوجودك معنا وصباح الخير عليك. أهلا بكم وأهلا بأكتوبر الأخضر، والتحية للشاعر الحبيب محمد المكي إبراهيم شاعر القصيدة، والرحمة والغفران لشاد الوطن الراحل المقيم محمد وردي. يا سلام، إحنا بنحييك مرة تانية. والكتابات يعني للوطن، الكتابات الوطنية هي من الكتابات المهمة جدا في تاريخ أي شاعر يعني، وإنت شاعر معروف بالباع الكبير والمختلف في كتاباتك، وكتاباتك الوطنية هي ظاهرة يعني. والله الكتاب للوطن ما اختيارية، أنا كشاعر الكتاب الوطني إجبارية، قد تختلف من باقي القصائد الثانية، لأن الوطن هو القيمة بتاعتي الحقيقية. صحيح. إنسان بلا وطن إنسان لا شيء. فالوطن هو اللي بيدفعك للكتابة. صحيح. والوطن ليس هو التراب والأشجار، هو القيمة الحضارية. عشان كده التعامل مع الوطن فيه رقة عاطفية جدا جدا. صحيح. لذلك بتخاطب حبيبتك طبعا بكل المعاني الجميلة، وفيه قوة قوية جدا جدا كأنك بتقابل عدوك دفاعا عن هذا الوطن. فجمع القوة والعاطفة، ومن الصعوبة تجمع القوة والعاطفة في آن واحد. صحيح. لكن هذا هو الوطن، وقد يفوق حب الوطن حب المحبوبة يعني عند بعض الكتاب وعند بعض الشعراء، لأنه حب المحبوبة ممتد من حب الوطن. صحيح. يعني أنا عندي عملية بتاعت بخاطب حبيبتك الوطن. صحيح. بقول فيها مثلا القصيدة اسمها حبيبتي بلادي. صحيح. يعني المحبوبة وطن، المحبوبة وطن، والوطن محبوبة. صحيح. غد تقلب الأشياء. وفي البعض بيقول لك انه الحبيبه هي الوطن. صحيح. طيب الحبيبه هي وطن برضه يعني، ما موتك الوطن. ما الوطن هو الانتماء. صحيح. فالانتماء ده الحبيبه دي لو ما في انتماء ما حتكون حبيبه طبعا. وكذلك الوطن. صحيح. يعني لو اي واحد فيهم اختلف او انت اختلفت عنه تتحول المساله لاشياء كده يعني ما واضحة. صحيح. عشان كده أي شاعر كمواطن عادي يعني، لأن الشاعر ده يعني ربنا يعني مو بالدال بتفضل بها ربنا على عبده، قد ما يديك لها، لكن أنت كإنسان الوطن هو أنت. صحيح. لو ربنا اداك الموهبة دي بتعبر عن هذا الحب. طيب. فعشان كده يعني قلنا في الوطن الكثير. صحيح. يعني دي الكتابات، إذا يعني حبينا نقف في القراءات حدق العيون وليل يا وطن. طيب. يعني قبال مولك القصيدة في تعبير جميل لما تقدمت وغنى الراحل المقيم وردي علق أخونا يعني الراحل المقيم الأديب دكتور الفحل عبد المطلب الفحل في احد الصحف قال انا بستغرب كيف ابو شورى قدر يضع الوطن الكبير دي بكل تضاريسه. صحيح. وجباله وانهاره وثرواته الطبيعيه والمعدنيه والانسانيه والحيوانيه يضع كيف في الحدقه الصغيره اللي ما بيحمش سبيب الشعر ده. فالتعبير ده عجبني جدا جدا. يا سلام. بكل مغامر اليوم العمل
عنوانه الرئيسي هو وطن الشموخ. صحيح. لكن نحن في السودان أو يعني الغنية دائما تشتهر القصيدة بعنوانها. صحيح. حدغ العيون. حدغ العيون لك يا وطن. يا سلام. أصبح مغر وأصبح سكن. أنت الملاس تحت المحن وأنت الشموخ عبر الزمن. غنيت هواك قبل الفطام. يا سلام. وشبيت على نهج الكرام. والليلة يا وهج الشموس لابس شرف اسمك وسام. يا سلام. أباهبك بين الشعوب رافع شعر مجدك سلام. ما أنت يا معنى الصمود أصبحت للأحرار وطن. النيل كساك هيبة وجلال. النيل كساك هيبة وجلال يا مبدع يا ملهم الشعب النضال. النيل كساك هيبة وجمال يا ملهم الشعب النضال. انت اللي عليك غنى الخليل وطرز عتيق ارضك جمال. علمنا كيف نبني ونعيد كل اللي ضاع من غير محال. زي ما جبيل وريتنا كيف ننسف الغلاع كانت وسن. موعدنا يا وطني الحبيب في عهدنا الزاهي الخصيب نتلاقى والحب الكبير وحد هلالنا مع الصليب. اطفالنا في ظلك طيور يتراشف الحب والحليب. يتغنى في الساحات حبور. سوداننا يا اجمل وطن. سوداننا يا اجمل وطن. وحدغ العيون لك يا وطن. حدغ العيون لك يا وطن يعني بالتاكيد من اجمل الكتابات الشعريه. ممكن تساليني سؤال تقول لي كيف يعني وحد هلالنا مع الصليب؟ ها؟ قلت لك سؤال. ها؟ في كثيرين بس الحته دي. اتفضل. كيف وحد هلالنا مع الصليب؟ ها كيف؟ وحتة تانية بقول فيها أطفالنا في ظلك طيور اتراشف الحب والحليب. يا سلام. المعاني واحدة. أنا قصدي هلالنا مع الصليب القضية بتاع جنوب السودان وشماله. يا سلام. ما كان قضية عنصرية ولا قضية دينية. قضية صناعة الاستعمار وبعض الساسة بتاع إننا عمقوها لغاية ما بقت عقدة نفسية بين الطرفين. نحن يمكن في يعني في احاديثنا المختلفه على قناه الشروق دائما نتحدث عن نبذ العنصريه والجهويه، دعوه للسلام، دعوه للمشاركه لكل قبائل بدعو لتسامح الاديان. نعم. الاديان كلها من الاله. صحيح. لكن لانه الوطن للجميع. الوطن يسعى للجميع بالتاكيد. جنوبي، شمالي، غربي، شرقي، مسلم، مسيحي. صحيح. مواطن سوداني. طيب طيب يعني استاذ محمد عبد القادر ابو شوري، يعني انا داير اتكلم عن تهيئه المكان شعريا للكتابات المختلفه، سواء كان في الغزل، سواء كان في الدوبيت، سواء كان غير من الاشعار المختلفه. هل الكتابات الوطنيه بتحتاج لمكان شاعري؟ نعم. هو طبعا السودان مختلف الثقافات. صحيح. والسودان فيه ثقافات كثيره متنوعه، في الدوبيت تلقيه يعني، وفي الشعر الغومي. صحيح. وبعدينك اللاي، وفي الشعر يعني الرساء. واجمل ما في الرساء السوداني والشجاعه والادب انه المراه متميزه على الرجل في هذا المجال. وانا بحترم الحكايه بقول لك عادي جدا. يا سلام. المرأة من فوق على الرجل. أهو. في الرسادة يعني. أهو. لما نرجع الأعمال الشعبية بنلقى ثلاثة أرباع بتاعت المرأة. يا سلام. يعني من مهيرة بتعبود. أهو. وبنونة بالتلمك. صحيح. ورابحة الكنانية. وحتى حوى الطقطاقة. ومبلينا السنوسي. يعني أنا بتكلم عن الغامات الكبيرة. نعم. دي المهنة دي يعني حاسه دي بتكتب على الكندكات. الكندكات دي والرأسة في كندكات. انا بحضر الكندكات الاوائل. صحيح. يعني كمهير الجماعه دي قدم الاستديو ناس مبلون السنوسي والفلعات عش الفلاتيه ومنى الخيط فنانات ادوا دور. صحيح. يعني السنوسي جابت لنا عن الغنى الكردفاني الجميل. وكل زول بتكلم بمنطقه.
لكن في النهاية بتكلم عن وطن موحد. صحيح. قد تختلف فيه القبائل. صحيح. لكن في النهاية هو الوطن السودان. طيب أنا داري أجي في الحتة بتاعت التشويق بالنسبة للكتابة في الملامح الوطنية ويعني زمان وحاليا، يعني هل في التشويق اختلف ولا هو ذات التشويق؟ لا. لو لاحظت في الفترة الأخيرة دي كلامنا كل ما نقول لك الزمن الجميل. صحيح. الزمن الذهبي. الزمن الجميل. صحيح. نحن في السودان بأمانة كان في استقرار. أها. استقرار اجتماعي. واستقرار ثقافي. واستقرار وطني. نعم. وكان في مبدعين. السياسة هي خربت كل الأشياء دي. صحيح. بكل صراحة. السياسة بتفرق والثقافة والفنون بتجمع. عشان كيف تلقى خلافاتنا كلها سياسية. إحنا دايرين نجمع سوداننا في ضروب الفن المختلفة. فكرياً ثقافياً. الثقافة اللي تجمع بالثقافة والإبداع الفني. صحيح. لأنه الليلة بتلقى واحد بيغني فنان جنوبي بيحب صلاح من البادية. صحيح. مع إن اختلاف. تلقي شرقي بيحب حمد الريع. صحيح. يعني. دي ما أمزجة. دي أمزجة. ما هنا كمان في التلاحم. صحيح. ما انت الليلة في الانتماء. نحن حصلت خشت فينا العنصرية وخشت فينا يعني فوارق كتير جدا جدا والقبلية وكذا الحاجات دي. زي مثلا كان موحد الفنان هو الفنان السوداني. كل الشعراء الكبار دي رحلوا عن دنيانا والفنانين كذلك. كانوا بيتكلم على الوطن، يعني الشفيع لما يقول وطن الجدود أي زول بيقعد في الوطن ويسمعه. يا سلام. وبتكلم عن وطن. طيب نسمع منك شنو؟ طيب حقول لك عمل جديد. ممتاز. والعمل ده يعني يتكلم عن الوضع الحالي والوضع الآن. اسمه السلام والقضية. والكلام ده موجه إلى عموم أهل السودان. شرقا وغربا جنوبا وشمالا. أنا بخاطبهم بلغة واحدة، شيبا وشبابا نساء ورجال. القصيدة بعنوان السلام والقضية. لأنه الليل أي واحد بيدعي الوطنية. صحيح. الوطن ما أغوال، الوطن أفعال. أثبت لي إنك وطني بفعلك وليس بقولك. بتقول قصيدة حدد سيرك والقضية، حد سيرك والقضية، السلام طريقه واضح والمبادئ وحدوية، كل واحد فينا عارف السيناريو والدوافع، وكل واحد برضو شايف عملت ايه فينا المدافع، هدم الصرح الأماني، المدارس والمزارع، هدم الصرح الأماني المدارس والمزارع، المسارح والمصانع، والجموع الصابرة كاتمة وعارفة أسباب المواجع. لو تفهمنا القضية البلاد هي الضحية. يا شباب مقدام واعد في الحواضر والبوادي، شمروا ضموا السواعد، التراب لعرقنا صادي، فجروا طاقات مشاعر، بدلوا الدمعات سنابل، عطروا الصحات خمايل، واسعدوا إنسان بلادي. سلام. بكرة تخضر المشاعر وتانس الزنا المنابر وترجع الكلمة الحبيبة صاصحة بالحب والبشاير. نعم. والأمل اللي عشنا له سيله في أعماقنا هادر. يا أحباب، يا أحباب بروح وطنية تعالوا جميعنا صف النية، يا أحباب بروح وطنية تعالوا جميعا صف النية، رافعين شعار عزيمة قوية، عدالة سلام ديمقراطية، رافعين شعار عزيمة قوية، عدالة سلام ديمقراطية. والسلام. والسلام. جميل جدا، أنا شاكرة جدا لهذه القصيدة الجديدة اللي هي قرأت الآن على قناة الشروق وفي صباح الشروق، وحأرجع مباشرة إلى الثورات السودانية المجيدة الحديثة والقديمة، هي دائما ملهمة للكتاب وللشعراء، وإحنا يعني عندنا حراك ثوري يعني مختلف كان. خلينا نتحدث عن الإلهام ده حديثا وقديما. الثورات؟ نعم.
الصوت القديم ولا الجديدة؟ القديم والجديدة. والله السودان قام بصوت كتير جدا. صحيح. يعني منذ العهد الاستعمار الغربي. صحيح. وقبل الاستعمار التركي. والاستعمار دي كانت يعني وسائل استعمارية. صح. لكن البلاد دي كانت انتفضت. يعني عملت ثورات داخلية. ثورة المهدي. و24. وجو شعراء أمثال خليل فرح. وفي حاجات يعني معلومات الواحد ما عارف الناس عارفه ولا ما عارفه. خليل فرح طبعا عنده قصيدته الوطنية الكبيرة عزة في هواك. خليل عزة هو. نعم. هل تعرف انه عزة في هواك دي أرضن بتاع شنو؟ نعم. امرأة. صحيح. عزة هي عزة العزة عبد الله زوجة على عبد اللطيف. يا سلام. ولما مسكين على عبد اللطيف في 24 في كوبر قامت بأول مظاهرة نسائية لكوبر. يا سلام. خيل فرع اتخذ من هذه العزة رمز السودان. عزة في هواك. يا سلام. ودي حقيقة الناس حبوا تعرفها. ودي مال كنداكات الأوائل يعني. صحيح. وبعدين الكنداكة يعني قبلها كانت ال كان هنا رام علي الجنانية. نعم. دي لما كان هكسي باشا استعمار كان عايز يفاجئ المهدي في شيكان. المهدي كان في الأبيض. رام علي كانت بالليل بكرعاء لغاية الأبيض. كان تكلم المهدي. يا سلام. وفعلا كلمت المهدي والمهدي يفاجئ هكسي باشا وهزم في شيكان في الثورة الكبيرة المعركة الكبيرة المشهورة. دي كلها نماذج سودانية يعني. دي نماذج للمرأة السودانية الحقيقية. أيوة. في هنا. أيوة. هي موجودة في كل المواقف. أيوة. الوطنية. يعني في التربية في البيت في الوطن. حسة دي كانت داكات ديسمبر الأخيادية. دي الجينات القديمة حق الديل. صح. الأحفاد. ظهرت لكن بصورة يعني ملفتة. ملفتة لأن كيف شباب كان الإلهام شباب واعي الحديثة. شباب واعي وعمل شيء يعني. الإلهام عند. أيوة. عند شاعرنا كان كيف في هذه الثورات الحديثة؟ منو؟ الإلهام في الكتابة. لهذه الثورات الحديثة الكتابة الوطنية. أنا كان عندي غضب الحليم. وقلت هناك في الـ في الـ في الأيام الأولى للثورة. يا سلام. طيب احنا يعني عملنا عناية قلت وين لا لا لا. طيب احنا يعني حنجيف عن هذه الذكريات وحنجيف عن هذه الكتابات وحنتواصل في حوارنا معك ونتحدث عن مغزيات الكتابة، لكن كل مشاهدينا بيتواصلوا معنا عبر هذه الفقرات في يوم مختلف. خليكم متواصلين.
دعوة من جديد للمشاهدة والمتابعة مشاهدينا عبر فقرتنا الأخيرة من صباح الشروق وحوارنا مع الشاعر والكاتب المميز محمد عبد القادر أبو شورى. سعيدين بالتواصل معك عبر هذه الحلقة المخصصة لإحياء ذكرى أكتوبر المجيدة والكتابات الملهمة للثورات السودانية القديمة والحديثة. وتوقفنا في الحديثة تحديدا وعندك قصيدة. يعني لكن هقول لك حاجة ظريفة. نعم هقول لك قصتين في قصيدة. تفضل نسمع. الحب في زمن الحرب والحب في زمن السلم. شوف الفرق بين الاثنين شنو. الحب في زمن الحرب في زمن غصف القنابل جيت طالع من جراحنا نبض بالحب والسنابل، جيت راسمة في ملامحك، جيت راسمة في ملامحك. يا سلام. في زمن غصف القنابل جيت طالع من جراحنا نابض بالحب والسنابل، جيت الرسمة في ملامحك. الزمن طال. أيوة في زمن غصف القنابل جيت طالع من جراحنا نابض بالحب والسنابل، جيت الرسمة في ملامحك رقصة الموج والأصف الأصايل. يا سلام. في زمن غصف القنابل جيت طالع من جراحنا نابض بالحب والسنابل، جيت راسمة في ملامحك رقصة الموج في الأصايل، جيت حاضنة بين ضلوعك دبغة النور والمشاعل، زهية زي حلم الأماسي وعبغة زي طيب الخمايل، نافرة زي ريم البوادي وساطحة زي شدوى البلابل، جيت تخفي في عيونك رحشة الشوك في الأنامل. يا سلام. جيت تخفي في عيونك رحية الشوك في الأنامل، ألف أهلا وبيك سهلا يا بنية، إلا جيت في زمن لون حياتنا بالأسية، في زمن علمنا نحزن ونحن عايشين غير هوية، في زمن اختل فرحنا وصادر أحلامنا الندية، في زمن خلانا نحكم قبل ما نشوف القضية، في زمن توه خطانا في مسالك زمهرية. يا سلام. في زمن توخ وطنا في مسالك جميل. اعذرينا يا بنية. اعذرينا. اعذرينا يا صبية. اعذرينا يا صبية كيف نحبك وانت جيت في زمن عالمنا اصبح طلقة طيشة وبندقية. اعذرينا يا صبية. واعذرينا يا صبية. واعذرينا يا صبية. انت كمان اعذرنا لانه احنا الكلام الجميل ده يعني للأسف يعني إحنا في نهايات الفقرة الجميلة الصباحية دي عايزين يعني في محور أخير نتكلم عن الكتابات الحديثة. أنا عايز أقول لك الزمن في زمن الحرب في زمن الحب في زمن السلم. طيب تفضل. نحن قلنا الحب في زمن الحرب. في زمن السلم. الحب في زمن السلم. شكله كيف؟ عاطف وحنان يا ناس. يا سلام. وإنسان مليح والناس. وعيون تضوي الليل وقلب رقيق حساس. ضمتنا يا ستريد نستنا دنيا الناس ما أشوفنا فيها ملل ولا طاب علينا نعاس. جاد الزمان عطر ليلتنا بالأفراح وهب النسيم أسكر أرواحنا من غير راح. قصر علينا الليل وليل الأحبة صباح أدينا حق العين وشوق السين ارتاح. أمضينا باقي الليل مشوار فوح أنغام. صرحنا متقاودين نساق أحلى كلام. يا سلام. انسر علي الحان من فم رشيق بسام بين رحشة الأنفاس ونداوة الأنسام وعطف وحنان يا ناس. عطف وحنان يا ناس. والله يديم عليكم العطف والحنان. يعني عايز أقول حاجة، كلامك ده ما في بعده كلام، ده خير ختام لصباحنا اليوم. إحنا سعيدنا بك في هذه المساحة الصباحية. شكرا لحضورك وتقبلك الدعوة وصباح الخير عليك. شكرا. الله يبارك فيك انت وربنا يعني يجعل هذا البلد مستقر. امين. ويديه كل الامان وكل المختلفين فيه حقه يقعدوا في الوطن. وشوفوا الموضوع شنو يعني. نعم. اين الوطن من هذه الخلافات؟ نعم. وليه احنا في الخلافات دي؟ نعم. شكرا لك. شكرا لحضورك. اتمنى انه السودان يرجع كما كان. بدل ما نقول الزمن الجميل طوالي نقول الزمن القديم والجديد وكل جميل في جميل.
خالص الأمنيات لكل أبناء الشعب السوداني. وشكرا للمشاهد السوداني الذي يعني سمعنا، ونتمنى أن نكون أرضيناه. خالص الأمنيات لكل الشعب السوداني وكل السودانيين في كل مكان، ولهذا الوطن اللي يجمعنا بكل التفاصيل الجميلة المحبة لهذا الوطن. سعدت بهذه الحلقة الخاصة بإحياء ذكرى 21 أكتوبر في العام 1964، أول ثورة شعبية في إفريقيا والعالم العربي بعد الاستقلال. شكرا للكاس والتيم العامل، وشكرا لكل الموجودين معنا والقائمين على أمر هذه الحلقة. وفي الختام أنا يعني قمت بتقديم هذه الحلقة بالإنابة عن زميلتي أنسام رستم، أنا بعزيها في وفاة شقيقتها، وكل المشاهدين المتواصلين معنا كونوا بخير وعافية. يا لها بالثورة العملاقة، يا لها بالثورة العملاقة، أكتوبر 21 21، يا صحوة الشعب الجبار، يا صحوة الشعب الجبار، يا لها بالثورة العملاقة، يا لها بالثورة العملاقة، يا مش